صباح الخير يا عمري، صباح حيائك الخمري، صباح الورد والدوفلا وكل عوائل الزهري، صباح الطلة الأحلى زمن ببهاك لا أدري، صباح النظرة الكحلى يضوء في مدى الفجر، صباح البسمة الخجلة على شفتيك كالبدر. أول حاجة ما تبخلوش على اختكم زناء باللايكات بالتعاليق، ولو يكون غير قليب واللايكات اخوتي راه ما كنتخلص عليه ما والو، فقط تحفيز ليا. كنفرح بزاف ملي كنلقى اللايك وكنتشجع اني نوض نصور وندير معكم فيديوهات جديده. المهم اليوم روتين جديد، فقت مع 7:30 ديال الصباح حيت صراحه باقا ما تعودتش مزيان على الفياق بكري، باقا اختكم سناء مولفه النعاس، ما كانت كتفيق حتى ل9 ل10 بعد المرات ل11. ايوا دابا جايه القرايه وجايه الفياق بكري بالذهب مشري. ايوا دابا خاصنا نفيقوا ونجمعوا الدار وندي الولد المدرسه، وهاد العام شي شويه غادي يكون مغاير على العام اللي داز. انا دابا اللي بقى نديه في الصباح، ولكن مزيانه حيت باش كان كيديه سعيد. ما نكذبش عليكم بعض المرات كنغش، كان كيدي وكيكون البرد والشتا هو كنرجع للبطانيه وكنتكا واحد شويه حتى كدير العشرة وعاد كنوض نفطر ونجمع. بعض المرات ماشي دائما، انا كنقولها لكم في بعض المرات، ولكن هذا العام ان شاء الله ندي معتمد، فبقى ندخل مباشره للكوزينه. المهم غادي تشوفوني دايره واحد العكفه راه حيت الودينات كيعكروني بزاف البنات، وشكرا بزاف اللي كيسول عليا يسول عليكم الخير. ان شاء الله راه عندي كونترول وغادي نشوف شنو تقول لي عاوتاني الطبيبه. ايوا نتمنوا ان شاء الله يكون خير، راه الدنيا وحده ما بقيتش كنسمع بها ولكن ماشي مشكل ان شاء الله يكون خير. صافي هنايا درت اللوبيا، كنت مفزقه ديجا في الليل، وحكيت واحد البصله وواحد مطيشه والمليحه وشويه البزار والتحميره، المهم العطريه كلها كنديرها حتى الكمون، وحكيت واحد التويمه وصافي. وغندير معاها شكامبه او التقليه ديال العيد، هي اللي بقات واحد الميكه، دابا بقى غير القديد والكردة. صافي الفريكو بدا كيخوى بعدا باش نيت نضرب ليه شي مسحه وصافي. هادشي اللي كاين دابا، ديك الشكامبه قلت غنشللها، واخا على الصراحه مغسوله كاين ضروري كتلقى عاوتاني الدم، شللتها وصافي. وغادي نديرها التقله مزيان مع ديك العطريه وديك البصيله ومطيشه واللوبيا اللي ديجا راه منقيه ومغسوله، غير ضروري انا حيت الصباح كنبغي نشللها وصافي، اما هي راه منقيه ومغسوله صافي. وغادي نخليها تقلى وعاد نزيد اللوبيا. المهم بقاو معايا ودوزوا معايا هذا الروتين هذا، وما تبخلوش على اختكم سناء باللايكات، تنفرح عليكم راسكم في هذا الفيديو. اللايكات اللايكات. حيت حنا في الصيف ماشي هو البرد، ملي كيتحرك البرد وكتجي القرايه كنوليو عندنا واحد السيستيم خور، كيولي راجلي غير كيتعشى صافي كل واحد كيمشي ينعس، ما كنبقاوش عاد شادين التلفازه ونسهروا. ولكن دابا باقي المولفين كيجي راجلي معطل تقريبا حتى ل11:30 الليل، ايوا بحال كنتعشى و12 عاد كندخلوا للنعسه. ولكن بطبيعه الحال ملي كيبدا يتحرك البرد حتى راجلي كيولي يدخل بكري صافي، كنولي انايا في الليل ندور بالصاله
كتبقى تصبح ليا مجموعه، ودرت هذيك البطانيه البنات عتيه هزات عليا الوسخ. هذيك البلاصه كيجلس فيها بزاف معتمد وكياكل فيها، فهكذا ملي كيطيح ولا شي حاجه كتبقى الدنيا نقيه. وتا انا كنتكا تما والله الا هزات عليا. دابا كل سيمانه كنصبنها هكذا حسن ما نبقى كل مره نحيد الميطر غتكشف. كتعرفوا البيدات الصغار يعني واخا تعيا ما تقول لهم عندك عندك عندك، يعني ما كتخليهمش ياكلوا في خاطرهم، لا هما كنخليه ياكل بحريته هكذا وكيبقاو التلمطات نقيين، ما كتبقاوش كل مره نحيد وصبن. راك شوف واش كيدوز عليا هاد الاعوام اللي دازو، كنصبنهم طلمط بزاف. صافي هنايا راه جبت معتمد من المدرسه مع 11 وضربت سيقه للدار، سيقتها وسميتو شنو بغيت نقول لكم، وطرحت الخبز بجوجهم تهنيت باش تناشونس تناشونس مبغاش تخرج ليا. هنا راه غديت معتمد وديته للمدرسه وجيت انا كناكل واحد الكيكه اللي جابت ليا صاحبتي زوينه بزاف. وصافي هنايا عاوتاني راه درت جبت معتمد، ايوا مي جبتو عاد جا سعيد وعاد حطينا نتغداو، ما تغدينا شويه بكري. وصافي هنايا نشارك معكم الشاي الهندي درت به الكوتي، كتجيبو غير جوج صاشيات هذاك ديال هذاك ديال صاشيات ليبتون ولا اي اتاي، وكتحلو هذيك الباكيه وكتخويو هذاك الشيء اللي فيها لداخل، وكتزيدو عليها السكر وجوج بهارات او قعقله، حنا كنقولو لها قعقله. هذه الشاي الهندي، وكتخليو داك الحليب كيغلى كتنقصو البوطه باش ما كيفايتش. وصافي ودرت هذوك الحريشات ديال السميده. اذا بغيتو نشاركهم معكم نشاركهم معكم، كيجيو زوينين بالنافع وكيجي رائع. جربوا الطريقه الشاي الهندي بالحليب، جربوه كيجي رائع. والله تنخلي هذه الفيديو وشوف قلت لكم جربوا الطريقه الهنديه، ويقول لي جربوا الطريقه الهيماجيه مع خوتك الصينيه. سلام الناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. المهم ما كملتش معاكم مازال، صافي درنا كاسكروت وهذا بعدا قبيله في العشيه عشيت عليا واحد النهار وحق الله العظيم باش مشيت نجيب معتمد بهذا، خرج الولد عاتي كيخرج صفر 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 صفر، خرقهما خرقهما، وهاد الجبهه ديالو كتقطر بالماء كتقطر عرقان عرقان والجسم ديالو عرقان. قلت لي مالك؟ قال لي راه ما عطاونيش الماء طبيعي. دابا انا نفهمكم علاش ما عطاوش الماء طبيعي. نسيت ما قلتهاش لكم، معتمد درت ليه انتقال، ماشي انا درته ليه بابا، حيت هادي عامين البنات. العام الاول عاتي كنهضر ودنيا هما اللي كيهضروا ماشي فمي. العام الاول كما كتشوفوا العام الاول كان كانت كورونا، كنت قريتو في بريفي، قريتو غير لا مويان، ما قراتش مسكين، يلا قرا يلا شد النتيجه ديال الدوره الاولى. الدوره الثانيه باش جات كورونا حنا قلنا نتقاتلوا زعما ونقريو بريفي. صافي جات الظروف ديال كورونا، راكم عارفين من جات كورونا الله يسر، وعباد الله لور لور، ماشي غير انا يعني تقريبا بزاف الناس. صافي ملي بغينا نقريو التحضير جلست انا وراجلي فكرنا ما نقدروش على الميزانيه، يعني نقدروا نبداو ليه التحضيرين نقدروا نبداو ليه الثاني، وما نقدروش نخرجوه ونمرضوا الدراري النفسيه ديالو. فلما قلنا صافي نحولوه للحكومي، وبزاف المتتبعات الاصدقاء ديالي قال لي سناء انت جهدك ديري الحكومي، وراه الحكومي كيقرا وليداتهم وبزاف الناس راه مجتهدين من الحكومي. صافي ودخلناه لهاد المدرسه اللي في حي السلام، كنشكروا فيها الصراحه واحد جوج جيراننا كانوا ولي بنياتهم كيقراو تبارك الله ما شاء الله عليهم مربيين وكيقراو مزيان. داكشي علاش انا قلت زعما ميشو كيقراو داكشي وشكروا ليا، قلت صافي انا ندي معتمد يقرا تما. ايوا صافي كان غير نص النهار كان كيدي سعيد معاه، ملي كيكون غادي مع 8:30 كيكون جاي سعيد مع الوحده كيجيبو معاه، صافي كيتغدى سعيد كيمشي يخدم، ومعتمد ما كيقراش ولا العكس صحيح، كيكون كيجي عليه مع الوحده كيدي ومع السا كيجيبو نيت، وسعيد كيدير معنا الكوتي. كان صابر سعيد ما كيهضرش. العام الثاني باش طلع الثاني ولينا كنقسمو المهمه، لان بدلو بزاف التوقيت بزاف الحوايج الترونات. في التالي صافي ولينا صافي انا بديت كنعيا، ولا عندنا ستريس ولا عندنا مشاكل في الدار يعني بسبب هاد المدرسه هذه. وكتعرفوا الاطفال ماشي بحالنا حنايا، حنا كنهزو شويه الطق كنصبروا، البنات الصغار اي حاجه كتاثر لهم في النفسيه ديالهم، يعني بحال مثلا الصباح كنكونوا غاديين راجلي بعض المرات يعني كيبقى يفطر الولد كيبقى مخلوع يمشي عليا الحال يمشي عليا الحال، خاصه مرات الاكثر هي كيمشي عليا الحال في الصباح، يعني سعيد كيديرهاش بالعاني، يعني هذا هو السيستم. حتى سعيد عاوتاني ولا كيبغي يخرج مع السبعه يخدم،
كيضطر كيبقى يتعطل على ودو باش يخرج هو وياه في قدقد شويه. وليت انا في رمضان كنديه الصباح بكري على النبوري ما نعاود لكمش بهذا المصايم. المهم داس عليا صراحه، ولكن الحمد لله كانت النتيجه داكشي اللي بغيت، الحمد لله جاب نقطه زوينه. الحمد لله داكشي ما مشاش هباء المنثور. ايوا صافي هادشي اللي كاين احبابي. صافي راجلي قالك والو، شوفي انا غندير ليه انتقال، انا ما نقدرش نبقى نديه ونجيبو حيت ما بقاش كاين احبابي. دابا دار ليه انتقال تحت زعما حطني امام الواقع، قال لي ضروري غندير ولدي انتقال. ايوا صافي راه جابو المدرسه حدايا قريبه كما قلت لكم، ماشي خطيوات ماشي بزاف صراحه، فيها قسمين ديال الطريق ولا قسم كاع ما فيهاش ما قسمين ما واصله ديال الطريق، يعني قريبه على الاخرى اللي كانت نص ساعه كتوصل حتى ساعه لارو. نص ساعه ملي كنكون بوحدي، ساعه لارو ملي كيكون معايا معتمد، لان الخطوات ديال ولاد الصغار ماشي ديالها وماشي هما ديال بنادم كبير. ايوا هادشي اللي كاين احبابي. دابا بدينا عام جديد، ايوا اليوم معتمد ملي جاي يخرج من المدرسه بغاو يعطيوهم المطابع، عطاو لكل شيء ما عدا هو واحد البنيته ياك. ايوا حس هو بالنقص، قال لك علاش انا ما يعطونيش، راه ما عطاونيش المطابع وخرج مزير. انا ما فهمتش كيفاش، ما يعني ما استوعبتش، درت ليه يعني بحال بغيت نخلي حتى هو يفهم. صافي مشينا عند المدير قلت ليه علاش ما عطيتوش المطابع، قال لي حيت هو يلاه انتقل، حنا خلصنا الواجبات ديالنا وجمعيه الاباء وداكشي، قال لنا يلاه انتقل دابا ما محسوبينش عليه هاد المطابع، خاصكم تمشيو عند المدير اللي قرا كيقرا المدرسه اللي فيها، حيت هادشي راه كيجيب الحساب، راه بزاف ديال الولاد ما غاديش ياخذ ما غيستافدوش. ايوا صافي انا قلت والله تمشي عند المدير، قلت زعما ما نضيعش هذوك المطابع الا كانوا محسوبين على ولدي، علاش غادي نضيعهم؟ وما نكذبش عليكم ماشي انا لاباس عليا ولا عندي الفلوس شيطان عليا باش نقول ماشي مشكل ما نستافدش، انا ما دخلتش الحكومي تا مصوصله فيا العظم، ما نكذبش عليكم. صافي هادشي اللي كاين. مشيت لعند الاستاذ صراحه قال هضر معايا حتى هو، قال لي راه نفس المشكل، هذاك الشيء جاب الحساب، راه ما كاينينش المطابع وراه ما غاليينش بزاف. صافي حنا ملي سمعنا ديك ما غاليينش مشينا نيشان للمكتبه خديناها، حنا قلنا نحيدو داك يعني ماشي يكون محسوب، قال لنا راه محسوب عند المدير اللي هنا، قالنا سيروا عنده راه يكون راه محسوب راه يكونوا عنده يعني ضروري غيعطيكم. حنا قلنا علاش غادي نضيعوا، راه زعما ما نضيعوش راسنا، 100 الا كانت 150 درهم ولا 100 درهم زايده في ولدي، ما كذبش عليكم انا كنهضر معكم بصراحه. شحال هذه كانت تشكي بها ليا التفاهه، ايوا صافي شناهي 100 درهم كاين دابا نشري بها ولدي سروال، علاش نضيعوا فهمتوا؟ حيت الوضعيه الانسان بحال بحال كيتقاتل مع الوقت. ايوا صافي ملي جينا دزنا للمكتبه قال لنا راه رخيصه، كان شي 50 درهم ساعه ملي مشينا لقيناهم 100 درهم، كما قلت لكم لقيناهم 100 درهم خديناهم بالغلوفه ديالهم، حتى الغلوفه شريناها في الغلوفه. صافي وخدينا ليه التيكيت وجينا بحال هكا، هو عاد شنو عجبك طار بالفرحه. حنايا قالت لهم المعلمه ثالثني عاد تبداو القرايه، ولكن حنايا اليوم سميتو غدا السبت فما بغيناش حنايا، قال لي راجلي ما نخليش ولدي مفقوس على المطابع، قال لي ما بغيتوش يحس بالنقص، قال لي دابا غادي نمشي نجيبهم ليه، ومشى جابهم ليه. فتحت هذوك الجوج اللي قالت لهم فرحتي مش بنادم المطابع، فتحت هذيك القراءه وكلشي حيت هما ما عطاوهمش هاد المدرسه اللي دابا قيدنا فيها معتمد، غزاله هي زوينه نقيه صراحه نفس المدرسه الاخرى وقريبه، هذا هو الاهم قريبه، وتا المعلمين ديالو عجبوه ياك معتمد، عجبتك المدرسه ديري بحال بحال قد المدرسه الاخرى ياك اللي ما يهمش الحال، علاش ما عطاوهاش مكتوبه؟ لا ماشي مشكل، لا عندك ما داكشي ما كيكون بالاسماء كيكون مسجل، يعني كون كان المديره كاينين راه غيعطيهم لينا وبزاف ماشي غير حنايا يعني ماشي مشكل. واصلا اربعه ديال المطابع اربعه عطاوهم غير اربعه، قالوا لهم جوج خصكم تاخذوهم، يعني هي حنا خديناهم كاملين ما عندكم بحال ماما صافي كانت ميتقاله وصافي بدات دابا غنغلفهم ليه كما كتشوفوا. الله ريحة التفاطر شحال زوينين، عرفتي معتمدة كان اليوم غينعس ما ينعش، كيعجبوني انا هادشي كيكون باقي جديد من المكتبة وحق الله. معتمد عرفتي تزير دابا كون ما نعملش المطابع باش تحس، قال لي سعيد راه عندك باباك، قال لي عندك باباك انت فهمتيني قلتي لي ما لقيناش في الاول شدينا فيه قلنا ليه ما لقيناش المطابع، وفعلا قال لنا مول المكتبة راه شوية هادو ينقارضوا، قال لي راه ما كاينينش نار قلال. ايوا وصل التعاليق ديالكم واللايكات لايكات اهم حاجه، اللايكات لايكات ياك معتمد قول عليهم باش يسمعوك لها لايكات ضدك هاي راه قالوا لي معتمد زويون وانا فيديو فضل وسمع بعدا شنو تقول لهم طاطواتك اللي قالوا لك انت زوين وظريف ومؤدب، جاوبوا باش نخصك تقول لهم شكرا شكرا شوف سمع شكرا يلا قلنا لكم الفيديو في الصلاه الى غير 50 يلا 50 هاي هاي هاي